أسابيع ربما أشهر، ولكن الكل سيتحرك، لأن لم نعد ما نخسر، نحن أموات، يعني لا تستطيع أن تقتلونا. يعني تقول للشعب العربي لن تخسروا في لن هذه تخسروا الانتفاضة إلا شيء، جوعكم، تخسروا إلا جوعكم جوعكم. وذلكم أيوه وكبتكم وسجنكم. قوموا يعني، نحن سجناء. يا سيدي قل لنا متى ستنزل في مطار الجزائر لقيادة؟ بس دقيقة، بس دقيقة. أنا والله ما أحببت، والله ما أحببت إلا أن أكون في الجزائر اليوم. أكمل يا أخي، أكمل. نحن ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ نحن تحت، نحن تحت حذاء، نحن تحت حذاء ليس فقط ديكتاتورية بل خونة. الآن ثبت أنهم أصبحوا خونة يتآمرون على شعوبهم، ثبت أنهم يقال أن هذه الشعوب قالوا اضرب بالطائرات واحنا حنتبنى. مين هذا؟ الرئيس اليمني. الرئيس اليمني. واسمع السعودي واسمع المصري واسمع الجزائري بيقول له لو كنت مثل مبارك نقطع على غزه اكثر مما فعل مبارك. الكل من هذا هؤلاء العملاء انتهت. حتى في ايام ديكتاتوريه ناصر وديكتاتوريه صدام وديكتاتوريه بومدين كانت ديكتاتوريه، لكن كان في شهامه، كان في حد من الكرامه، كان في هؤلاء لا تركونا شهامة ولا تركونا كرامة ولا تركونا خبز ولا تركونا ماء ولا تركونا تدفئة ولا تركونا 95% من الشعوب العربية تعاني.